شوفوا بالله عليكم المزون يا بولكم مصنع بزمه وعراه في جيل يا رب ارحم 15 يوم ولن المصنع بمكاين ودنيا على ما تشوفون يحلو المزون طالت عماركم وصلوها الى ظفار انجاز عظيم من شركة وطنية تبارك الرحمن من اروع ما يكون الله يبارك لهم ان شاء الله في رزقهم وحلالهم يرزقهم يا ربي ما شاء الله ما شاء الله هذا كل الاجل تي الحلوى طازه هذا كل الاجل تي الحلوى فريش طول هالسنين توصل حلوى المزون توصل عندهم لكن توصل بطلب توصل بارده لازم اهالي ظفار والسواح اللي موجودين من جميع دول العالم في ظفار ياكلون الحلوى المزون الحاره فريش جميع انواعها على ما تشوفون هذه الحلوى السوداء وشيء حلوى التين وشيء حلوى اللبان وشيء كل الانواع كل موجود اللي موجود هناك موجود هني حط لي اباها حاره 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 الله الله يا سلام يا سلام اوه لحظه ما شاء الله ما شاء الله يا رب البيت عاد منو يروم الحين يطعم منها حاره هاي نار الله الموقده نعم هذه نار الله الموقده اكل حلواه ريحه دهنه البقر سمن على بطن وظهره ما شيء ما شرق وغرب ما شيء تلاعب اليوز امريكي جوز امريكي من اجود انواع المكسرات عندهم الزعفران أبو الزعفران افخر انواع الزعفران هذا موجود نعم كل من الطيب وكل من الزين ريحه الدهنه تضرب في خمره الراس لا تقولوا ما حد قالكم انا واثق من كلام اللي اقوله والناس كلها اللي جربوا يبصمون العايض البريكي حلوى المزون بالعشر شو السبب طالت عماركم ان ابتدى من حيث انتهى الاخرون كله مشكور يا مشعل مشكور مشكور يا مشعل مشكور بيض الله تويك طال عمرك الله يحفظك عايض نعم شو المنتج الجديد اللي عندكم انا اعرف انت دومك ما شاء الله انسان شغوف في الشيء الجديد شو المنتج الجديد اللي عندكم وشو البوكسات اللي عندكم شو من الخدمات وشو اللي يابكم من بقعكم اكثر عن 1400 كيلو متر نعم. الى هذه المدينه الجميله صحيح طال عمرك احنا دائما عندنا الجديد اول باول نعم ثاني شيء طال عمرك زوار ظفار سنويا احنا نحصل اتصالات احنا ندوركم في ظفار ما حصلناكم وكل حد يخبرنا حتى اصحاب الحلوى ابو عنا الله يذكرهم بالخير يقولوا عايض دائما الناس تسالنا عن حلواكم سبحان الله فانتم ضروره تكونوا في ظفار وهالظفار مثل ما تقول دائما يتواصلوا معي يا عايض لازم نبغيكم تكون يعني مصنعكم في ظفار فحن علشان هذا الموضوع صار ابو محمد يمكن في 25 يوم ادري في 25 يوم شوف هذا كامل في خلال 25 يوم المصنع الدنيا ب 25 يوم ما شاء الله من بعد عيد الاضحى بديت مثل ما تقول لي يعني تشجعت على الفكره وياتني اتصالات من مسؤولين هنا في ظفار فلازم تكون موجود ولازم تكون موجود عشان كذي تشجعت منتج وطني يبيض الوجه بمبارك فلذلك انا وايد فرحان انك انت انجزت هالمصنع وبفتره وجيزه الله ييسر امورك امين طال عمرك معك انت لين الحين ما خبرتني شو اللي موجود من انواع الحلوى عندكم طال عمرك كل انواع الحلوى معانا مثلا عندنا طال عمرك حلوى العسل الاصفر وحلوى العسل الاسود وحلوى مزون السوداء والصفراء وحلوى اللبان نعم. وهذا طبعا احنا ناخذ اللبان اللي هو الحوجري نعم في شغلنا انا اريد اشوفه حينه حلو ان شاء الله ابشر بالخير ان شاء الله ابشر بالخير فابو محمد حلوى التين حلوى السمسم عندنا الرهش وبعد السنه سوينا حاجه مميزه سالنا الجماعه في ظفار قلنا لهم وش الشيء اللي انتم تاكلوه مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ هذا شو يا جماعه الخير هذا طالت عماركم نوع من انواع المخبوزات اللي تشتهر في محافظه ظفار فهذا الشيء وايد جميل ولذيذ الى ابعد الحدود ما حد يجي هالبلاد اللي ياخذ كميه منه نعم. فمن الموروث عندهم في هذه المدينه الجميله انهم اكلهم نوع الخبز هذا شو يسمونه هو؟ هذا طال عمرك خبز القالب خبز إيه؟ القالب خبز القالب هاي ياكلونه ويا الحلوى من الموروث عندهم في البلاد في المناسبات ولا غير مناسبات نعم. ياكلونه ويا الحلوى فلذلك حين حلوى المزون شو سوت اللي يطلب حلوى يابول البوكس هذا يابول البوكس وبعد طال عمرك نحطه فيه سوي القهوه
سوي لي قهوة. بعد قهوة؟ هي نعم. هي. سوي بعد سوي قهوة. هذا اللي خارج سفري. هي هي نعم هذا الجماعة اللي هو مثل ما تقول لي رايحين مثلاً بيمروا علينا على السريع. نعطيهم مثل ما تقول. هذا على السريع. ياخذ أبوي ها. ياخذ أبوي هو يركب في سيارته. هي نعم. يركب في سيارته وهذه خاشوقته. نعم. هذه خاشوقته. امسك شوية. إن شاء الله. ما يصير لا شرق ولا غرب. نعم. وعثمان الحق يا سلام افتح 1 2 3 شيء يتقرب اصبر انا ببعد انا 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 ايه الحين هذا الحين سالنا ابو محمد اصحاب المنطقه ايه فخبرونا هذا الحاجه هذا النوع الخبز القالب اللي هو ياكلوه مع الحلوى العمانيه إيه. فعشان حنكي بغينا نكون مثل ما تقول لي كوننا في محافظة الظفار فبغينا يعني نعملهم حاجة من الموروث مالهم بديد إلى أبعد نعم وهذا أبو محمد الخبز ترى طريقته مش سهلة هذا يعملوه طال عمرك يعني نوعين زين بالطحين الأبيض وبالطحين الأسمر ويعملوه طال عمرك داخل التنور هي نعم في التنور داخل التنور أنا تصورت اللي خدمنا هالخبز هذا نعم. شرت لهن لين بيوتن في مرباط هذا في مرباط نعم. نعم. من هالضروري نصور للعرب نحط مقطع من الفيديو اللي خدمنا نعم شيء نوع كعك شوي غليظ إيه أمتن هذا نعم. شيء نوع هذا نعم. المهم في كل الأحوال هذا يعتبر من السفرات التساير تأخذ سفرة صوغة فاللي جاي بصلالة واللي ظاهر من صلالة يخطف أبوي عند مزون ويحمل والمطار جريب بيغلفون لكم بيلفوا لكم بيعدلون كل الامور كلها خمس دقائق للمطار ابو محمد شكرا يا عاير العفو طال مشرفتنا يا ابو محمد جزاكم الله خير جزاكم الله خير الله يعطيكم العافيه يا مرحبا هذه الارضحه وي من دار لندير كان الحمد لله حينه ومبارك جزاها الله خير يا ابوي المصنع